وصباح الخير، شلونكم؟ شخباتكم؟ اجواء جميله وممطره بالتوجه الى ايفنت نبرس التغطيه الصحفيه حق سبيل مسا 2024. First of all, thank you for the great fair. Just a question, are you considering to do tournaments, European tournaments in the future fairs? Good question again. قهوتهم خوش قهوه. المهم سالتهم سؤال، شنو خططكم اذا بالمستقبل تبون تسوون بطولات بورد جيمز؟ قالوا لي خوش سؤال، بس عشان الزحمه اللي عندهم الحين اذا بيحطون قاعه السنه الجايه للحين ما قرروا القاعه لزياده. هم طبعا ترى اوريدي باي ذا واي هالسنه زادوا قاعه، والسنه طافت هم زادوا اريا اكبر، فالسنه الجايه اذا بيزيدون قاعه راح تكون حق الناس تنطر ويتنج اريا، بدل لا ينطرون برا بالمطر ينطرون على ما القاعات الزحمه اللي فيها تقل والناس تدش، او يخلون جزء منها حق بطولات البورد جيمز. اصلا هالسنه سولد اوت اول مره بالتاريخ كل التذاكر، وكذلك عدد البوثات المشاركة قاعد يزيد بشكل مو طبيعي، وفي ناس بالويتنج ليست من السنة طافت للحين ما دشت ولا حصلت بوث. هذا راجنر طلعوا الستيج، ما ادري ايش عندهم. هذه اللعبة انا شرحتها السنة طافت، خذيتها من المعرض ما كانت نازلة السوق، فالحين عقب ما نزلت فازت ان هي جائزة احسن لعبة حق الاطفال. فازت احسن لعبة يورو. يلا نوكليم. وايت كاسل مال الدفير. سكاي تيم هم خوش لعبه من احلى العاب الموسم اللي طافت. شافل طبعا بالالماني اسمها مش وايد. اللي فازوا بجائزه بيست جيم اوف ذا يير بالكاتيجوري مالتهم. هلو يو سبيك انجلش؟